السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده حلو بالظبط، هياخد مننا في تجهيزه 10 دقايق، مناسب جدا للناس اللي هي عاوزه تعمل حاجه حلوه وما عندهاش وقت. سهلة وسريعة ومش بتاخد وقت مننا خالص، وفي نفس الوقت بجد بيبقى طعمها حلو قوي لأنها ساقعة كده وبترطب علينا. بالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد قريب. باي باي.